استاذ عباس. نعم. انت عم تشتغل مثل ما انا طلبت منك، لانه في مرضى بزعبروا شوي. انت عم دكتور نجيب، انا مشيت على التعليمات اللي انت اعطيتني، عملت الفحوصات وهي الفحوصات نتائج. كلهم هون نتائجها يا حي يا حي. اي شو اوف اوه اي بس مش كلهم هول ناقصين. لا، في الورقة اللي تحتها دكتور. ايش 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 شو في دكتور؟ الله يخليك. قل لي بس شو هذا؟ يه 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 بني شي. الله يخليك. ليك لك شو ها؟ لحظة 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 لحظة، ما في اعمل شي. لحظة، خليك شوي خليك معي بس لحظة. خير، اللهم اجعله خير يا رب، لان ضروري انه ان شاء الله خير. لحظة بس. ايه اوكي. دكتور فيكتور بونجور، بتجي لعندي شوي عمول معروف. عمول معروف معلش. اوكي دكتور نجيب، الله يخليك. قل لي شو في اذا في شيء. انا ما في انه الا ما تكون القصص. اهلا دكتور نجيب. أهلا دكتور، كيفك؟ ماشي الحال. مرحبا دكتور. في مشان احنا لما شو اوف؟ لا اصلا لا على الان اهم شيء. دكتور الله يخليك، يعني عم يقشط قلبي نتفي. الله يخليك. بتزبط يعني اليوم؟ ضروري ضروري اليوم. شو اليوم ضروري؟ هي عمليه بدك دق. انت بتحكيها وانا دق له. ما بعرف، انا بفضل انت تحكي معه. ضروري دق له. دق له دكتور سليم. ما بدنا دكتور سليم. قولي. بونجور دكتور، كيفك؟ مشغول؟ فيك تمرق لعندي شوي على العياده الله يخليك؟ ضروري لانه في شغله اعمل مره. دكتور نجيب ترك كل شيء من ايده واجا، لانه انا ما في. فهمت عليك. هذه شغله في 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 كلمه في في اسم. عرفت عليك. فهمت عليك. ما فينا نفرط بهالاشياء. بونجور. اهلا دكتور. اهلا دكتور سليم. اهلا، كيفك؟ اهلا. مشان موضوع ال افضل بالأجواء. بالأجواء. عم تحكي جاد؟ الله أكبر. الله أكبر. بس ما بتزبط هيك. دكتور سجعان وين؟ شوفوا عم بدأ دكتور سجعان. لحظة. دكتور هلا شفته برا. إيه يعني فيك تدق له؟ دخيلك يا رب. دخيلك الطوف فيني. ألو. دخيلك تطلع فيي. دكتور سجعان عمو ما بتجي لعنا شوي على السريع الله يخليك. وما خلوا دكتور ما جيبوه. ضروري كثير. يلا انا ما كنت متوقع انه هالقد عنده مريض. شو هي اللي ما بتتوقع دكتور؟ ترك الله يخليك. شو هي بتتوقع؟ تفضل يا حبيبي. دكتور سجعان يا حبيبي. بتعطي لك شغله، لانه في شغله نحن ضروريه هلا، مش لازم كلنا. انا لانه انا حكيت مع هذا الاول عزيز في ناس عم في الان. لا اقول له يا ساتر يا ساتر. رحت رحت. ما بتزبط. شو هي اللي ما بتزبط دخيلكم؟ لا. لك شو قصتكم؟ دكتور أنيس من حكيم العظم وين؟ أي دكتور أنيس وعظم؟ يمكن هو هون مسافر. لا هون. طب ما بصير هالقد كبيرة. يا لا. منه هون. حضرتك الدكاترة الله يخليك. طلع على فرنسا عنده محاضرة. ما بتزبط أربعة؟ أربعة ما بتزبط. أي أربعة. أربعة شو؟ أربع عمليات؟ بخي على لعبه بوكر بدها تكون 9 اشخاص، ما معقول تكون 4. هي على القليله 6 9 وكنا قد ما نحن ظبطناها مع بعض، بس ما حلو تطلع ناشفه كثير. بحب البوكر 4. لك دكتور اي لعبه بوكر؟ لك احكيني عن حالي انا هلا، شو خص لعبه البوكر؟ بعدك هون؟ لك شو بعدني هون؟ انت ماشي حالك كله نظيف تماما، ما في شيء بوضعك. شو قلت لك فيلم؟ قلت له لك عنده شويه توتر وتلبك بالمعده. قلت له بدك بس لك هلا هيدي كل هالوشوشه على لعبه البوكر؟ ما بي شيء. ما بي شيء. ما بني شيء؟ لا. وعشو قاعدين انت بتقول له ما بتزبط وهو بيقول لك بتزبط ولازم تركب وما لازم؟ ما قعدوا بعدك. شو بقى من ساعه قلت له فين؟ مع السلامه. عم ركب. تلعب بوكر؟ ايه معكم مريول زياده؟ مندبر لك. يلا منيحه. خمسه من اربعه. خمسه منيحه الله يعطيكم العافيه كلكم.